نعم سيد الرئيس، هناك سؤال آخر من سلمان غربال على الفيسبوك في نفس الموضوع، يقول لماذا لم يتم الكشف عن أرشيف القصر الرئاسي؟ أولا أنا أحب أن أقول لكم اللي أنا وقت اللي وصلت هذا القصر، وصلت بعد الثورة يعني بأكثر من عام وكذا، يعني الكثير من الملفات تهزت من اليوم الأول إن صح التعبير، بحيث وجدت لمحالة جملة من الملفات. بقى كيف تعاملت أنا مع هذه الملفات؟ ثم ملفات وثم أشياء اللي كانت تهم مثلا الزعيم بورقيبة، وجدتها مطيشة وكذا كذا، هذه كلها نظرة لصفاتها التاريخية، أحلت على المؤرخين ولنا ما تطرحش مشاكل سياسية، وعملنا منها المتحف اللي هو اليوم متحف الموجود في المنسير. البقية الباقية متاع الأرشيف الذي وجد، وجدت فيه أشياء كثيرة، من جملتها أشياء نجم نستعملها أنا ضد خصومي السياسيين، لكن هنا تطرح لي موضوع أخلاقي وقانوني. هل من حقي أنا لأني عندي هالوثائق هذه باش نصرف فيها، وأنه نجم تصرف فيها بكيفية لا أخلاقية لا قانونية، سرب هذا على فلان وسرب هذا على فلان إلى آخره؟ قلت ستوب، هذه مسألة تتعلق بهيبة الدولة، بمصداقية الدولة، بمصداقيتي أنا كشخص يدعو إلى أن أخلقت السياسة. قلت هذه موضوع صفوها ونظفوها ونقدوها ونحطوها، ولكن لا نتصرف فيها ولو بشيء. وما حطيتش برشا ناس عليها، حطيت يعني ناس مختصين علميا في هذه المسائل باش ما يكونش عندهم قرار سياسي. وهذه الملفات تحت ذمة المجلس التأسيسي وتحت ذمة المؤسسات عندما تكون هناك قوانين. أنا مش بخرج حتى شيء إلا في إطار قانون. بين قوسين أنا أعطيك فكرة، أنا شخصيا نعرف اللي عندي ملفات قد دك في وزارة الداخلية 30 سنة وهم يكتبوا عليها في التقارير وكذا، مضابين مش يشوفوا، مضابية أنا كشخص مش يشوفوا، لكن حرمت على نفسي هذا، لأني قلت لازم ساعة نستنى قانون، وقت اللي يخرج القانون ويقول التوانسة الكل عندهم الحق في ظروف معينة كما وقع في بلدان أوروبا الشرقية، أنا ذاك مش نحب نطلع على ملفي. لكن الآن كل هذه الملفات نظرا لما فيها من صبغات سياسية قاعدة تنتظر في القانون وتنتظر في الهيئات المؤهلة اللي أنا نعطيها. لن أسلم هذه الأرشيف إلا بقانون ولهيئات قانونية. احنا لا 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 نخفي شيئا ولا نلقي بوثائق الدولة على قناة الطريق ايضا بطبيعة الحال. لم يطلب منكم احد ان تضعوا على قناة يعني الطريق. تقريبا طلب منا ذلك. شوف لا يعني في تفاصيل على هذه مش شوي بالضبط مش نحكي لك بالتفصيل، لكن بعلاقة الارشيف راهو الارشيف راهو تنظمه، الاطلاع على الارشيف تنظمه قوانين. نعم صحيح. اذا كان انت مؤسسة رئاسة الجمهورية نعم ولا تحترم القوانين هذه، شكون باش يحترمها؟ ما نجموش احنا طول نبداو نوزعوا في الوثائق، شوف فلانش قالوا لي، شوف فلانش مكتوب عليه. خاطر كي تلقى وثيقه هنا على شخص سي صالح راه مش بالضروره دليل الادانه هذاك، راه تكون وثائق اخرى ما عثرتش عليها انت، او اتلفت او ما لقيتهاش وموجوده في مكان انت ما وصلتلوش، اللي هي تفيه العكس نتاع هذاك. لكن رئاسه الجمهوريه نتحدث عن ملفات ادانه، ملفات ادانه لاشخاص معروفين. رئاسه الجمهوريه يعني البوليس السياسي بالتحديد مثلا، أو الإعلام السياسي كان نجم نسميه، الصحفيون الإعلام صحيح الإعلام صحيح. في الإعلام لماذا لم تصدروا إلى حد الآن على الأقل أسماء للقتول هنا مورطة في الرئاسة؟ الموضوع سي صالح مش نطرحه من زاوية الحساسية، لا مش نطرحه من الزاوية القانونية. يعني مش ممكن سي صالح تلقى أنت قائمة تخرجها. نعطيك على سبيل المثال، أنا ساعات أنا نكتب خواطر في ورقة، نخرج انا من هنا نهار اخر من كرتاج، يجي من بعد يقول الوثيقه دي مكتوب فيها اسم صالح واسمك في عدنان واسم كذا وكذا، هذوما كانوا يتعاملوا مع رئيس الجمهوريه، هذوما بوليس سياسي. واضح ولا؟ بالتالي مش كل وثيقه عندها قيمه. لكن انتم تقدرون سي عدنان بالتاكيد انه في هذا في وثائق، وهذا اللي حبيت نقول لك، اللي عمليه التقدير هذه هي تجي من بعد عمل اخر اللي هو الجرد والفرز. الى الان ما جردتوش وما طلعتوش هذم سي صالح. الوثائق هذه وكان تشوف الحال اللي قيناها عليها الوثائق هذه وتقول هذم، والله لو كان تجيب ناس من الارشيف الوطني وتقول لهم قداش يستغرق منكم وقت لتبويبها وفرزها وما الى ذلك، سيقول لك على الاقل على عامين ثلاث سنين. لكنها مهمه سي عدنان، الاهميه يعني في الصوره التونسيه الاهميه قصوى لهذا الموضوع. الاهميه ما عندهاش قيمه هنا، لانه الاهميه نعرفوها مقتنعين بها. ثم عمل لوجستي قبل كل شيء، ما تنجمش اي واحد تكلفه بالخدمه هذه، يعني وثائق حساسه نجم انا نكلف بها شخص يخرج وثيقه ويسربها الجريده وما الى ذلك. عندي مسؤوليه انا في الموضوع هذا. دونك ثم عمل يتم عمل باش يتم بطريقه صحيحه.
هل بدأتم في هذا عملية؟ بدأ العمل في بعض المسائل في بعض المواضيع بدأ العمل هذا مش يتم نشر الوثائق لكن ربما يتم نشر أولاد وصحفية تبين شف بعض المعطيات حول بعض المعطيات نعم نعم.